عليكم، بزاف ديال النساء اللي عندهم الاطفال كيحتاجوا منتجات العناية بالاطفال اللي تكون ما كتضرش البشرة ديال الاطفال ديالهم، وتكون من صيدلية، وفي نفس الوقت تكون منتجات اللي الثمن ديالها يعني يكون مناسب، يعني رخيص شوية. فاليوم جبت لكم منتجات اللي خاصة بالعناية بالبشرة ديال الاطفال، وممكن يستعملوها حتى الناس الكبار، سيختو الناس اللي عندهم بشرة حساسة ما كيقدروش على المنتجات اللي كيستعملوا الناس اللي عندهم بشرة دهنية او لا جافة او لا بشرة عادية. فالمنتجات اللي جبت لكم اليوم هما منتجات ديال لاغام ديال كالما بيبي. هاد لاغام هذه هي خاصه بالاطفال الدراري الصغار، مصنوعه من مواد اللي هما ما تيضروش البشره ديال الاطفال، يعني ما فيهاش البارابين، ما فيهاش صابون فينوكسيتانول، ما فيهاش ديك المواد اللي غتضر البشره ديال الاطفال او لا اللي غتضر البشره الحساسه. دونك البنات اللي عندهم او النساء اللي عندهم الدراري الصغار فكنصحكم بهاد لاغام، هذه راه زوينه بزاف بالنسبه للاطفال ديالكم، وحتى بالنسبه للبنات اللي عندهم بشره حساسه وما كيقدروش على اي منتج يستعملوه او لاي شامبوان يستعملوه او لاي صابونه تستعملوه، الا اذا كان شي صابون اللي ما فيهش دي برودوي اللي دي مواد اللي هما شويه ما تيناسبوش البشره الحساسه، فهاد لاغام خاليه من هذوك المواد نهائيا. فيها تقريبا هنايا فيها خمسة ديال لي برودوي، كاع داكشي اللي غادي يحتاج الطفل ديالك فكاين في هاد لاغام هادي. تقدروا تشرو لاغام كامله وتقدروا تشرو كل برودوي بوحدو، يعني نتوما حرين، نتوما حرين تاخدوها كيف ما بغيتو، تقدروا تاخدو كل حاجه بوحدها وتقدروا تاخدو لاغام كامله. الثمن ديال لاغام كامله هو 150 درهم فقط. لي برودوي اللي كاينين فيها، كاينه هنايا صابونه تقدروا تستعملوها للاطفال، صابونه واللي الثمن ديالها في الصيدليه هو 15 درهم، ولكن في الباغا ما عادش تقدروا تاخدوها باقل من هذا الثمن، هذا يكون ناقص بشي دراهم او لا جوج دراهم. وفيها ايضا الحليب، الحليب ديال الدراري الصغار، هذا الحليب كيديروه الاطفال كيمسحوا ليه بهم، كيرطبوا ليه بهم البشره ديالهم، يعني كيليق بزاف ديال المسائل. وبالنسبه حتى للنساء اولا البنات اللي كيبغيو دي ماكيون اللي ما يضرش ليهم البشره ديالهم، فهذا تقدروا ديروه كدي ماكيون تحيدوا به الماكياج، كديروه في داك الكوتون ديسك وكتحيدوا به الماكياج. الثمن ديالو 45 درهم في لافارماسي. وكاين فيها ايضا هاد الشامبوان، هذا الشامبوان الثمن ديالو 45 درهم، ما فيهش البارابين وما فيهش الفينوكسيتانول، راه خالي تماما من البارابين، ومصاوب بنبتة الادريون كما كتشوفوا هنايا، هي اللي مصوره هنا هاد النبته هادي. المهم كيليق الشعر هاد الشامبوان هذا، تقدروا تغسلوا به الشعر وحتى الجسم ديال الاطفال ديال الطفل ديالكم، يعني كيتستعمل كمنظف للشعر وكمنظف للجسم. وفيه هاد التالك ديال الدراري الصغار، يقدروا يستعملوه الدراري الصغار ويقدروا يستعملوه حتى النساء، راه النساء كيستعملوا التالك بزاف ديال المسائل. المهم بالنسبه للاطفال كيستعملوه على حساب الطياب، باش ما يكونش ليهم الطياب ملي كيستعملوا الحفاضه او لا شي حاجه، كيديروا ليهم التالك باش ما يضروهمش هذاك الحفاضات. المهم هاد البرودوي الخامس اللي كاين في هاد لاغام هذه هو هاد الكريم ديال الاطفال، هاد الكريم زوين بزاف للتقرحات اللي تتكون في الجلد ديال الاطفال، ولا دوك الالتهابات والاحمرارات اللي تيكونوا في منطقه في اي منطقه في الجسم ديال الطفل، ولكن سورتو في المنطقه اللي كيلبس فيها الطفل اللي كوش ديالو، شي مرات تيكون حمرار او لا تيكون شي التهابات تما بسبب كثرت داك البومبيرس وكثرت ديك الحفاضات، كثرت ما كيلبسهم مسكين كيبدا كيتجرح من هذوك المناطق، فكيستعملوا ليه هاد الكريم هذا كيكالمي وكيجمع الا كانوا شي جروح ولا تقرحات او التهابات كيعالجهم في نفس الوقت، وفي نفس الوقت كيرطب هذيك المنطقه وما كيخليهاش تعاود تقرح من جديد. دونك كيتستعمل هو للاطفال وكيتستعمل حتى للناس اللي كبار. ما دي برودوي اللي ما فيهمش شي مواد اللي غادي تضر الطفل ديالك نهائيا، مواد اللي هما زوينين. الثمن ديال لاغام كلها راه دايره 150 درهم، ولي برودوي اللي فيها راه كبار، يعني غادي يديو لكم مده ليا طويله وممكن يستعملوهم الاطفال والناس الكبار ايضا. بالنسبه للبنات اللي ما لقاوهمش في لافارماسي راه تقدروا تلقاوهم. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم.